وصعب كذلك على فريق بيرنلي بهدفين لهدف واحد. أول هدف المباراة جاء في الدقيقة 19 عن طريق تشامبرز مدافع فريق أرسنال، ومسجل الهدف الأول في هذا اللقاء. رد بيرنلي لم يتأخر كثيرا، بعد نحو 12 دقيقة عند الدقيقة 30 أدرك هدف التعادل برأسية ممتازة عن طريق سام فوكس مسجلا هدف التعادل، وبالتالي انتهى الشوط الأول بتقدم فريقي بتعادل إيجابي بين الفريقين بهدف لمثله. في الشوط الثاني من هذه المباراة بعد بدايته بنحو 8 دقائق تمكن فريق أرسنال من تسجيل هدف التقدم والفوز عن طريق نجمه العائد من الإصابة أليكسيس سانشيز مسجلا هدف الفوز والتأهل إلى الدور الخامس لفريق أرسنال عند الدقيقة 53.